فلا يظن المسلم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كتابة لحديثه وينقل عنه ما قاله وما فعله، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش قالوا: تكتب كل شيء عن الرسول، عن الرسول وهو بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا؟ فتوقفت. قال: ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه ما خرج منه إلا الحق. وكما سيأتي لعبد الله بن عمرو صحيفة فيها 1000 حديث نقلها الإمام أحمد في مسنده. وقال أبو هريرة: ما أعلم واحدا من أصحاب رسول الله أكثر مني حفظا، أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. فذكر أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: استعن على حفظك بيمينك.